على طريقهم إلى حفل عشاء على هامش قمة الناتو في مدريد، ألقوا التحية على ملك إسبانيا فيليب السادس واصطفوا لالتقاط صور تذكارية، إلى أن جلسوا حول تلك المأدبة الطويلة يتسامرون لاختيار ما لذ وطاب من المأكولات في القصر الملكي سانتا كروز. آخر ما كان في حسبانهم أن تكون روسيا حاضرة بينهم، لأنها فعلاً كانت كذلك. فحينما أمسكوا قائمة الطعام ذهلوا، أو ربما ارتبكوا قليلاً، لأن السلطة الروسية إنسالاديلا تربعت على عرش المقبلات، تماماً كما تكلمت ملامح الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما اطلع عليها ودخل في صمت مريب. قائمة أعدها الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس، لكنها لم تسلم من ردود فعل لا تمت للمذاق بصلة. تضاءلت أعينهم وتساءلت، ما الذي أتى بهذا الطبق المكون من مزيج البازلاء والبطاطا والجزر والمايونيز إلى مائدتنا؟ إذن هل تحاول روسيا مثلاً أن تترك على لسان الغرب نكهتها كنوع من الإرضاء ليتراجعوا عن تصنيفها على أنها تهديد أمني؟ أم أنها تفرض نفسها في كل شاردة وواردة لتقول مهما ذهبتم ستجدوننا بالمرصاد؟ إسراء الصغير العربية.